الشعبية. فيقول اللي يعرف سيف بن طرجم ويقواله الأهان ليته من الضيقات يخرجني يحذف لأجل خاطري في المجلس عقاله ثم يطلبها ثم يطلب يحذف لأجل خاطري في المجلس عقاله ثم يطلبها طلبة الجاني هل المجني والله إني غديت أردى من الحالة إحساسي إني عزوبي حيل مزعجني أفرح الكل من فرح وترقب عياله تعبت يا أبوي ما ودك تزوجني الله وبعدها على طول تزوجك مباشرة.